ثالثا الأدلة من القرآن على صفة الكلام لله جل في علاه. حقيقة من ينظر في كتب أهل العلم يجدهم يسوقوا أدلة كثيرة على صفة العلو، فسوف نذكر فقط آيتين ونذكر فقط حديثين، وكل يأتي في وقته ومكانه. لكن الآن الأدلة من القرآن على صفة الكلام لله جل في علاه فقط نذكر آيتين، ثم نعيش مع النقولات عن أهل العلم فيما يتعلق فقط بهاتين الآيتين، كيف هم فهموا واستدلوا، حتى لا تستقل بفهمك عن فهم العلماء السابقين فتضل. وكلما كان الفهم أقرب إلى زمن النبوة كان أسلم وأصح. هكذا ينبغي لك أن تبحث، وهكذا ينبغي لك أن تفعل. الآية الأولى قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى تكليما، هذه الآية في سورة النساء آية رقم 64 و100. الآية الثانية قال الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. الآية 43 و100 من سورة الأعراف. انظر الآن إلى النقولات عن أهل العلم، وسوف نبدأ بالأقدم. بوب الإمام الدارمي المتوفى سنة 80 و200 للهجرة على الآية الأولى وغيرها بقوله: باب الإيمان بكلام الله تبارك وتعالى. باب الإيمان بكلام الله تبارك وتعالى. إذن هكذا هو فعل بناء على القاعدة التي أخذناها، نثبت ما أثبته الله لنفسه. فهذه آيات صريحة يثبت الله جل في علاه لنفسه صفة الكلام، فما كان منه إلا التسليم رحمه الله بقوله: باب الإيمان بكلام الله تبارك وتعالى. ثم بعد أن سرد الآيات ثم قال: فالله المتكلم أولا وآخرا. لم يزل له الكلام إذا متكلم غيره،
إذن الله جل في علاه كان يتكلم إذا شاء في أي وقت شاء كيفما شاء، وغيره لم يكن يتكلم إذ لا متكلم غيره ولا يزال له الكلام إذ لا يبقى متكلم غيره. كل من عليها فان. وقال عن الآية الأولى فهذا لا يحتمل تأويلا غير نفس الكلام، كلامه في الرد على الجهمية صفحة 55 و100. إذا ننظر إخواني في الله إلى هذا التسليم من قبل هذا العالم، وكلم الله موسى تكليما لا يحتمل إلا إثبات صفة الكلام لله جل في علاه التي هي بلفظ ومعنى كما مر معنا في بداية الدرس. وقال بعد ذكره الآية الأولى في معرض رده على الجهمية قال فلو لم يكلمه بنفسه إلا على تأويل ما ادعيتم أي أننا لو لم نقل أن الله موسى كلمه الله وأن الله كلم موسى تكليما فما فضل ما ذكر الله من تكليمه إياه على غيره ممن لم يكلمه؟ إذن إخواني في الله هنا ينبغي التنبه إلى كيف استدل أهل العلم بهذه الآية على إثبات صفة الكلام لله جل في علاه، فهم من يوضح لنا كيف استدل أهل العلم بآية وكلم الله موسى تكليما على إثبات صفة الكلام لله جل في علاه في نقطتين؟ نذكر النقطة الأولى. تفضل. الآية جاء في سياق الامتناع سيدنا موسى عليه السلام، ولو لم يكن الله عز وجل كلمه على الصفة المثابتة عند أهل السنة فما كان لهذا فضل سيدنا موسى على غيره من البشر في هذا الامتناع. إذن يقال أن هذه الآية تدل على فضيلة وميزة لموسى عليه الصلاة والسلام على غيره من الأنبياء، فلو لم يكن هناك كلام لاستوى الحال موسى عليه الصلاة والسلام مع غيره. إذن هذا الأول. الثاني وهو الأهم، لا يمكن تأويل كلامه عز وجل لموسى في أشياء أخرى إنما كلامه تكليما. الأهم أن صفة الكلام أثبتها الله لنفسه، ف
فنثبت ما أثبته الله لنفسه. ويؤكد ذلك النقطة التي جعلناها في الأولى وهي الثانية، أن الله عز وجل ذكر هذه الآية في معرض ذكر فضائل موسى وميزته عن غيره من الأنبياء، فلو لم يكن قد تكلم معه لاستوى الحال مع غيره من الأنبياء. إذن بهاتين الطريقتين لغاية الآن أثبت أهل العلم صفة الكلام لله جل في علاه. ننظر إذا كان هناك كلام آخر لأهل العلم، هو انظر الآن ماذا بوب ابن بطة. المتوفى سنة 387 للهجرة في كتابه الإبانة، وهو المشهور بالإبانة الكبرى، قال رحمه الله، طبعا الإبانة الجزء الثالث صفحة 94 و200، قال: باب ذكر ما نطق به نص التنزيل. إذن هذه هي الطريقة الأصل المتبع عند أهل العلم، وهي إثبات الصفات الواردة في النصوص. باب ذكر ما نطق به نص التنزيل من القرآن الكريم بأنه كلام الله وأن الله عالم متكلم. إذن ما هو الأصل الذي اعتمده أهل العلم في إثبات صفة الكلام لله جل في علاه؟ النص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الذي ذكرناه أن في النص جاء في سياق الامتنان وذكر ميزة لموسى عليه الصلاة والسلام بأنه كلم الله تكليما، فلو لم يكن هناك كلام لاستوى ما حصل مع موسى مع غيره من الأنبياء. إذن بهاتين النقطتين تذكر، بوب الإمام أبو عبد الله محمد بن إسحاق ابن منده، ومنده أخرجت علماء كثر. المتوفى سنة 95 و300 للهجرة، على الآية الثانية وهي: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، لقوله بيان آخر يدل على أن الله عز وجل كلم موسى عليه السلام لما أتى الشجرة وكلمه لما جاء لميقات الله عز وجل. كتاب التوحيد جزء الثالث صفحة 46 و100. إذن هذا العالم أيضا اكتفى بالتبويب مع ذكر النص، فلا داعي لكثرة الكلام.
انظر إلى هذا العالم الآخر وهو أبو جعفر النحاس المتوفى سنة 38 و300 للهجرة. ماذا قال عن الآية الأولى في كتابه الشهير؟ من يعرف اسم كتابه الشهير؟ معاني القرآن الجزء الثاني صفحة 40 و200 مطبوع عن جامعة أم القرى. قال رحمه الله بعد ذكره الآية وكلم الله موسى تكليما قال مؤكد أي الكلام جاء بصيغة التأكيد تكليما فقال مؤكد يدل على معنى الكلام المعروف يدل على معنى الكلام المعروف وهو بلفظ ومعنى كما مر معنى سابق. قال ثم أتم كلامه بقول لأنك إذا قلت كلمت فلانا جاز أن يكون أوصلت إليه كلامك إذن حتى على مبادئكم إن قلت كلمت فلانا فيحتمل أنه ماذا أوصلت إليه كلامك. ثم قال وإذا قلت كلمته تكليما لم تكن إلا من الكلام الذي يعرف إذن استفدنا من هذا العالم شيئا ثالثا في الدلالة من كتاب الله على إثبات صفة الكلام. من يذكر هذا الشيء الثالث؟ تفضل. أنا جاءت الآية تقول وكلم الله موسى تحتمل هذه العبارة على وجوه منها أنه كلمه مباشرة ومنها أنه أوصل الكلام إليه فلما قرنت بالتأكيد تكليما هذا أن لهذا وجها واحدا وهو الكلام المعروف. نعم فإذا تكليما تأكيد فلا يحتمل أي صورة من صور المجاز إن سلمنا لكم أصلا بالمجاز. فهذه ملاحظة استفدناها من هذا العالم. انظر إلى نقل عن عالم آخر وهو السجزي الذي مر التعريف بكتابه قبل قليل في كتاب رسالة السجزي. طبعا هو كتب رسالة إلى أهل زبيد فاشتهرت هذه الرسالة باسمه رسالة السجزي وإلا هو لم يسمها باسمه. وقال السجزي رحمه الله المتوفى سنة 44 و400 للهجرة وكلامه يلتقي مع كلام النحاس قال فقالوا أتى بالمصدر أين المصدر؟ تكليما فقالوا أتى بالمصدر ليعلم أنه كلام
من مكلم إلى مكلم. إذن هذا المصدر يؤكد أن الكلام من مكلم إلى مكلم. ما معنى من مكلم إلى مكلم؟ استمع الآن إلى هذا النقل عن الحافظ البيهقي. والبيهقي رحمه الله بالرغم من إمامته فقد تأثر بابن فورك وأثر عليه. وعندما قرأت لأحد الباحثين قال: حزني وهمي ليس على ابن فورك ولا على أمثاله، وإنما حزني وهمي على البيهقي، لأنه عايش حياته مع النصوص ومشى على الجادة، ومع ذلك تلقفه هذا ابن فورك فأثر عليه. إذن إخواني في الله، إياك أن تأمن على نفسك من الشبهات أو من الشهوات، فكل من عرض نفسه فسهل أن يقع، والذي يقول لا أتأثر لعله يكون أول المتأثرين. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، هكذا كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تقول: أنا لا أتأثر، أنا الرجل الحديدي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على نفسه، وأنت تقول لا أخاف. أقل ما يقال خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فخف على نفسك من الشهوات ومن الشبهات، فعليك بالعلم واثبت. فقط من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فقط الذي فيه خير، والذي ليس فيه خير لن يثبت، لن يثبت. سوف تأتيه الدنيا والشبهات من هنا وهناك فتسحبه، ثم عندما تقول له أين الدرس يقول مش فاضي، لأنه ليس فيه خير. فقط من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهنيئا لك أخي في الله إن ثبتك الله على علم أهل السنة حتى الممات. فنسأل الله الثبات لنا ولكم. أقول هذا عندما تذكرت البيهقي. قال رحمه الله في كتابه الأسماء والصفات، وهو مليء بالنصوص بالأساليب، قال: فهذا كلام، انظر معنا، كلام من مكلم إلى مكلم. البيهقي مات بعد السجي سنة 58 و400 للهجرة. قال بعدما ذكر الآية وغيرها، قال: فهذا كلام سمعه موسى عليه السلام بإسماع الحق إياه. فهذا كلام سمعه موسى عليه السلام بإسماع الحق إياه بلا ترجمان،
بينه وبينه. إذن هذا معنى كلام من مكلم إلى مكلم، أن هذا كلام سمعه موسى عليه الصلاة والسلام، كلام مسموع له لفظ وله معنى. وهذا لأن الله عز وجل شاء أن يسمع موسى، وكان هذا الإسماع بلا واسطة من ترجمان أو ملك. فالآية صريحة على أن الله كلم موسى، فالله يتكلم متى شاء في أي وقت شاء كيفما يشاء، جل في علاه وعظم في عالي سماه. وقال قبلها، قبل هذه العبارة في تبويبه، قال فوصف نفسه بالتكليم ووكده بالتكرار، فقال تكليما. إذن تكليما ماذا تفيد؟ تفيد شيئين، الأول وصف نفسه بالتكليم، ماذا تفيد تكليما؟ التوكيد. اثنين التكرار، أن الله عز وجل متى شاء كلم موسى عليه الصلاة والسلام. نسمع إلى نقل أخير بعد الأذان إن شاء الله. وانظروا إخواني في الله إلى نقل آخر عن ابن قدامة صاحب المغني كما سلف قبل قليل، ماذا قال في كتابه حكاية المناظرة في القرآن، صفحة 41. أيضا فيه بيان وشرح بمعنى أنه صدر من مكلم إلى مكلم. قال ولا خلاف بيننا أن موسى سمع كلام الله من الله بغير واسطة، ولا يسمع إلا الصوت، فإن الصوت هو ما يتأتى سماعه، إذا انظروا إخواني في الله هنا شيء زائد عن الكلام السابق. من يوضح لنا ما هو هذا الشيء الزائد عن الكلام السابق من كلام ابن قدامة المقدسي رضى الله القدس إلى دائرة وحكم الإسلام والمسلمين؟ تفضل. أنا مو تعين كلام سمع الله سبحانه وتعالى ولا يكون سمع إلا بصوت. نعم، فهو يقول أنه قد سمع موسى عليه الصلاة والسلام كلام الله، فبالتالي ما الذي سوف يسمعه موسى؟ لا يمكن أن يكون قد سمع إلا صوتا، مع أن الصوت ورد ذكره في حديث آخر صريح سوف يأتي معنا لاحقا إن شاء الله. فهو أراد ابن قدامة أن يربط حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تدل عليه الآية،
وهذا لا يكون إلا من العلماء الكبار الذين يقولون ما من آية في كتاب الله إلا ولها متعلق في سنة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن علمه من علمه وجهله من جهله. فإذا كلام ابن قدامة ورد في السنة ما يدل عليه صراحة، يأتينا إن شاء الله لاحقاً.